كمية معتبرة من جلود الأضاحي استقبلتها الجزائرية للجلود ومشتقاته بالجلفة. مواطنون استجابوا لحملة جمع الجلود وتوفدوا على مستودع الوحدة لوضعها هناك. ماذا بينا نحققوا نتيجة هذا العام؟ داكور راكم تشوفوا المواطنين راهم تجاوبوا معنا في الحملة هذه، راهم جابوا لنا كميات معتبرة. هاي الساعة الأولى الساعة ما لحقتش ما كملتش، الساعة الأولى هي كميات لاباس بها. ماذا بينا ننجحوا هذه الحملة ونستفيدوا من هذا المال. ولضمان حسن سير عملية استرجاع ومعالجة جلود الأضاحي، تم تسخير وسائل مادية وبشرية علاوة على جلب كميات معتبرة من مادة الملح لمنع تعفنها. اليوم إن شاء الله كل عمال المؤسسة الجزائرية لجلود مشتقاته وحدة إنتاج بجلفة رانا مجندين هنايا على مستوى وحدة جلفة لإنجاح حملة جمع جلود الأضاحي لسنة 2023. سخرنا لهذه الحملة على مستوى وحدة جلفة هنايا شاحنات زائد كمية كبيرة من الملح، بالإضافة إلى تسخير عدد كبير من العمال. إن شاء الله هذه الحملة كما راك تشوف الكمية هاي وصلتنا مواطنين متبرعين يعني في تجاوب واضح مع هذه الحملة، ونتمنى إن شاء الله تنجح. ثقافة تجميع جلود الأضاحي بدأت تنتشر عبر مختلف ربوع الوطن، وهي ثمرة حملات التحسيس الرامية للاهتمام بهذه المادة الحيوية لما تشكله اليوم من مورد اقتصادي ثمين.